احتفالات راس السنه هما لي زوتيل لي بواط، اي حاجه فيها الموسيقى، اي حاجه فيها كيف تيقولوا المغاربه ديالنا الزهو، تتكون في راس السنه. واش فهمتي؟ هو البلانات خاص يكون بنادم سيكوريزي، هادشي اللي خاص يكون في راس السنه. واش فهمتي؟ ما يكونوش بلانات اللي على المخسان، على بزاف د الحوايج، على البوليس، على بزاف د الحوايج، وتا على الناس اللي تيخرجوا تيكريسيو بزاف د الحوايج. علاش بنادم خارج في 6 الصباح 5 الصباح تيكون خدام في بواط في اوتيل خارج تشي دبر عليه ابار، يكون خدام تيكون خارج داخل يزهى كذا، يجلس مع صحابو كذا، بلانات تيولي مدبر عليها مع الناس. اللي عجبني هو بان المخزن ديالنا زعما الشرطه ديالنا داروا خدمتهم ومشيو في كاع النواحي ديال المغرب بحال مراكش، الدار البيضاء، زعما المدن الكبرى ومنهم الرباط، وكنشكرهم كنشكرهم بزاف على لما كان لا صداع لا والو. زعما اليوم زعما دوزنا نهار تما نيت في الرباط وهذا، وما مشنا حتى حاجه زعما اللي كانت زعما خايبه ولا صراحه. بزاف ديال ديال البوليس بانوا لي منتشرين على صعيد الوطني كامل، ما فهمتش، بانوا لي بنت لي قديم امنه بزاف، واخا شويه ديال فهمتش واخا جوج خرجت شي بدي فالك شي ناس هذا شي سكروا هذا ومازالين باش يسكروا، لكن واخا بخير مزيان فهمتي، خدامين بوليس ديالنا هذاك الشيء. دخلت صراحه من ناحيه الامن، صراحه كانت كان الامن متوفر جميع المناطق، زعما اللي زعما اللي بان ليا المدن الكبرى زعما كان منتشر بقوه هادشي اللي شفت، وبانوا لي زعما دار خدمتو بكثافه، لانه بانوا شي ظواهر شي خلايا منتشرين. المهم هذوك المهم دار خدمتو، وكان هادشي اللي بان لي في هاد السنه ديال 2019 بان الامن بقوه. بيبي راس العام دوزتو كله خدمه، جلست مع الدراري صحابين، شطنا شويه، كلينا حليوه كيف تيقولوا، لعبت شاو ديالي ديال الدانس وكذا وكا، وجيت في حال هادشي بحال ما كاين لا مشكل لا صداع لا حتى شي حاجه. ومراكش كانت استقطبات بزاف ديال السياح من الاجانب زعما من داخل وخارج المغرب، وكان كلشي على احسن ما يرام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.